طبعا هسه احنا راح نروح الى البارت اوف سبيتش 2.1، راح ناخذ نروح على موضوع 2 الى 12 اللي هو البارت اوف سبيتش اللي هي اجزاء الكلام. اجزاء الكلام موضوع كلش بسيط وكلش سهل، لازم نعرف باللغه الانجليزيه عندنا فعل، والفعل هو الشيء اللي احنا نسويه، اكشن اور ستيت، هاف، جو، بلاي، ستدي، رايت والى اخره. هذا الفعل. الناون هو الاسم، مثلا pen، قلم، dog، work، work عمل مو يعمل، music، موسيقى، لندن، teacher، جون، هذا الاسم. زين، مثلا صفة، ما good، big، red، well، interesting وإلى آخره. نجي على أيضا فشي اسمه determiner اللي هي المحددات، طبعا المحددات اللي هن الـ I والـ أن والـ they والـ some والـ many وإلى آخره. أيضا عندنا الـ adverb اللي هي الظروف اللي احنا أخذناها أيضا. الضمائر اللي هي pronoun اللي هي الهي والشي والسم وإلى آخره. الpreposition اللي هي حروف الجر، ذني كلهن لازم ينحفظن أو ينحفظ عليهن أمثلة. الconjunctions اللي هم أدوات الربط، الأند، البات، والوين وإلى آخره. والinterjection اللي هي مال المشاعر. أوه ها ها، هاي مال المشاعر، هاي يسميها إحنا interjection اللي هي آها أوه إيش وإلى آخره، هذني اللي إحنا نعرف. وطبعاً هذه أيضاً أنا منطيكم أمثلة أخرى، الصفات هبي، أدفير كذا، أسماء هذه وإلى آخره. أيضاً عندنا هذا التمرين يعني ممكن نستفاد من عنده، يقول لك مثلاً الأستاذ بالامتحان choose the part of a speech، she was very really beautiful. ما من نشوف beautiful صفة راح نختار الأجكتيف. واو مال مشاعر طبعا راح نقول عليه interjection. مثلا عندنا under the bed يعني تحت الفراش، أي ظرف مكان. عندنا quickly بسرعة، هذا ظرف. مثلا he is a depressing adjective صفة. take فعل أخذ وإلى آخره، هذا هي the music noun. to span وإلى آخره، طبعا ممكن يجيب لك الأستاذ بالامتحان يقول لك حدد لي، يعطيك جملة مثلا، يعطيك قطعة ويقول لك انطيني نوع الفعل، انطيني نوع الكلمة، يجيب لك كلمات ويقول لك انطيني نوعها، شنو نوع الكلمة، شنو نوع الكلمة، يعني هل هي اسم فعل صفة وإلى آخره.